النجاح مش سهل. انت ممكن تبص لي وتقول ازاي هو ناجح وكول في نفس الوقت. انا الخصها لك في كلمه واحده: الكاريزما. اهم حاجه تكون قدوه في وسط زمايلك. بقول لك ايه، انا خلاص زهقت، انا جبت اخري منك. ولو مظبط مع مديرك ما تخافش. تطلع رجال تاني. الموضوع ملوش اي علاقه لا بالتعليم ولا بالخبره ولا حتى بالمجهود. هي سهره واحده وكانك خدت ماجستير بالظبط. ما تستعجلش ابدا، الوقت ما فيش اكتر منه. انت ضاع منك وقت كتير، الحق الباقي مع موبينيل انترنت. مش هتضيع وقت في الترتيب والتوصيل، مش هتضيع وقت في الداونلود، مش هتضيع وقت بتدور على انترنت. موبينيل انترنت مش هتضيع وقت. موبينيل احدث واكبر شبكه في مصر.